رغم أن الأكراد يسيطرون على المناطق الغنية بالنفط والغاز خاصة حقول شرق دير الزور والحسكة، تبقى معامل التكرير رهن لخبراء، بالإضافة إلى أن خطوط التصدير في أيدي الحكومة السورية، وهو ما يفرض اتفاقا بين الطرفين، الأمر الذي تراه تركيا بأنها تؤثر بشكل كبير على أمنها ومستقبل عملياتها ضد الوحدات الكردية، وخاصة إذا عادت الحكومة السورية إلى الشريط الحدودي السوري التركي. نحن منذ البداية لا يعنينا الموقف التركي، نحن سوريون ولنا توجهاتنا ولنا ايديولوجيتنا، ونحن لا يهمنا الموقف التركي، لأن الموقف التركي موقف تخريبي وموقف عدائي منا ومن الدولة السورية ومن الشعب السوري كافة. وفي حين تساند موسكو المفاوضات بين الطرفين في اتجاه عودة دمشق لإدارة شمال وشرق سوريا، تبدو واشنطن وأنقرة الطرف الأبرز في معادلة الشمال السوري، وهما يراقبان باهتمام سير المفاوضات ومآلاتها. يؤكد الطرفين استعدادهما لفتح باب المباحثات مجددا بعد فشل الجولات السابقة. الجولة اللي مشيت فيها من فترة بجوز ما أصابت، نحن نتمنى بأنه في جولات قادمة يصلوا إلى تفاهمات ويكون أبناء سوريا مجتمعين ضمن غرفة واحدة وعلى طاولة واحدة، وقطعا الدولة السورية تعتبر بأنه هدول أبناء سوريا. يؤكد محللون أن واشنطن لا تمانع وفق اتفاق مع روسيا عودة سيطرة الحكومة السورية على مناطق شمال وشرق سوريا في إطار لا مركزية، مع الحفاظ على المصالح الأمريكية هناك، على أن تلعب موسكو دورا في تحجيم النفوذ الأيراني بسوريا. تسعى دمشق في الوقت الحالي إلى حسم معركة إدلب أولا، وتتطلب العملية العسكرية في إدلب المكتظة بالفصائل المسلحة إلى حسم كل الجبهات الأخرى ولو مرحليا، ولا سيما أن دمشق تدرك رغم تهديداته أن حسم العسكري مع الأكراد صعب ومكلف، ويصعب الوصول إلى إنهاء الأزمة السورية، فيبقى العنوان الأبرز للمرحلة الأكراد ودمشق. هل المواجهة محتومة؟ ناس السيد، قناة الغد، القامشلي.